بيتناقشوا النهاردة في أصعب قضايا في العالم. أولاً الحروب، حرب روسيا وأوكرانيا وأثارها على النقل والعالم والتضخم. اثنين، أسعار الفايدة المرتفعة. ثلاثة، الحرب في الشرق الأوسط وارتفاعه الكبير. والصور اللي لفت على الإنترنت دي وأثارت الغضب أو الانفعال والجدل. المعطيات اللي حواليها دي بتخليني أنا لازم أتأخر وأنتوا لازم توافقوا على التأخير ده. كان في صورة تانية أثارت برضو قدر كبير من الجدل ولها قصة مختلفة، وهي الصورة الخاصة بواجهة حديقة الأسماك الشهيرة جدا. يعني إيه إمكانية مراجعة الاتفاق؟ ممكن تشرح لنا ده معناه إيه بالنسبة لنا؟ شوف يا فندم، بكل بساطة خالص، إن في اتفاق أو تعاقد ما بين صندوق النقد الدولي بصفة إن هو المانح للأموال للدول، وما بين الدولة المصرية على إن هي المقترضة من صندوق النقد الدولي. ما بين الصندوق وما بين الدولة المصرية تعاقد في كيفية الالتزام بعدد من المتطلبات لحصولها على مبلغ مالي معين. تمام. بيقوم على مدى زمني محدد، يعني بمنتهى البساطة في 3-4 ترتيبات بيكون بتتوالى في عملية العقد. واحد، الدولة المصرية بتتطلب أنها تحصل على مبلغ 3 مليار أو 5 أو أزيد أو أقل في مدى زمني محدد، في سنة أو 2 أو 3 وفق احتياجها. مفهوم. ثلاثة، القدرة على السداد أو استرداد الأموال تلين الصندوق. أربعة، وفق آليات محددة، يعني هيكون الصندوق هيدي مصر مثلا 5 مليار في 3 سنين، أنا بدي أمثلة. أي. وطبعا إيه المتطلبات منها وإزاي يتم استرجاع الأموال دي. تمام كده؟ فالنهاردة بيرتبط يا فندم زي ما بيسمى الارتباط استراتيجي بالآلية التنفيذ. طب هو دلوقتي إحنا عندنا تصريح مباشر من كام يوم للسيد رئيس الجمهورية بيقول انه لو الامور وصلت الى درجة الى هذه الدرجة من الصعوبة على الناس لازم يبقى في مراجعة للعقد ده، للاتفاق مع الصندوق. هل ده مراجعة بقى في شروط اللي هم بيعملوا هم نفسهم مراجعات للاتفاق، والله انت نفذت ولا ما نفذتش؟ هل احنا بقى هنمد المراجعات دي؟ هل احنا هنأجل؟ هل الحلول ان احنا نأجل تطبيق عدد معين من نقط الاتفاق؟ طب شوف يا فندم، سؤال حضرتك، ولا نوقف خالص بقى ونتفق من اول وجديد خلاص؟ لا، احنا مش قادرين نمشي على الاتفاق بالطريقه دي. سؤال حضرتك ليه عدد من يعني الاطراف زي ما بيقول او المسارات كتيره قوي. احنا لازم نقوم بعدد من الادوار. الدور الاولاني في توجيهات رئاسيه للحكومه المصريه وللمجموعه الاقتصاديه اللي هي بتقوم بالتفاوض مع الصندوق بانهم يراجعوا، ان هم يتم مراجعه الاشتراطات لتنفيذ البرنامج. تمام. او دي تنفيذ الروشتة دي كان فيها فندم عدد المتطلبات، منها تحريك سعر الصرف. اثنين، تخفيف الدعم. ثلاثة، مدى زمني قصير، يعني في 3 سنين لازم يكونوا رافعين الدعم، يغيروا سعر الصرف، ولازم يحسنوا من السياسات المالية، لازم يتجهوا للفاتورة الإلكترونية، لازم يخشوا على ما بيسمى به اللي هو سياسة نقل الملكية او وثيقة الملكية. طبعا كل ده فندم بيدي نوع من الغلاء للمواطن، ولكن ما كانش في حسبان الشخصين اللي هو المانح والممنوح، يعني اللي هو الطرفين. أيوه. الطرفين، ان هيكون في معدلات التضخم في الزياده والاجراءات السياسيه او اللوجستيه اللي حوالينا جو سياسيه ما بتساعدش، بتضر ما بتساعدش بالضبط بهذا الضرر الكبير. فطبعا النهارده الدوله ماشيه بتنفذ على طول، الحكومه ماشيه على طول، ارفع الاسعار، غير الدعم. طب سؤال افتراضي يا دكتور. اتفضل. الحكومة النهاردة قالت أنا مش عارف أمشي على الاتفاق ده زي ما هو، نتفق من أول وجديد، مش عايزة أو تراجع بشكل كامل، تقول أنا مش لازمني الاتفاق ده، إيه اللي ممكن يحصل؟ شوف يا فندم، هيكون في ضررين وعلى طول كده. الضرر الأولاني إن أنت مش هتحصل على باقي القرض، دي نمرة واحد. الضرر الثاني احتمالية إن أنت تحصل على شهادة من صندوق النقد الدولي باستمرارية تحسن برنامج الإصلاح الاقتصادي أو الأوضاع الاقتصادية في مصر، ممكن ما تحصلش عليه. ولكن في أضرار تكون أخف من أضرار. إذا اتفقنا مع صندوق النقد الدولي إرجاء بس نرجع شوية، يعني بدل إحنا ما كنا هنبتدي نخلص من البرنامج بتاعنا في سنة 2027، نقول له خليها لعشرين 2029، مدها سنتين معا. ده وفق إيه يا فندم؟ وفق ما بنقدم إحنا من معطيات، أو وفق ما بنقدم بمستندات للصندوق اللي أنا هقول لحضرتك عليه النهاردة وأنا بكلم حضرتك. المناقشات
هي مناقشات، عارف حضرتك اللي هم بيسموه برزنتيشن كده، العروض اللي الناس بيعرضوها، بيتناقشوا النهاردة في أصعب قضايا في العالم. أولا الحروب، حرب روسيا وأوكرانيا وتأثرها على النقل والعالم والتضخم. اثنين أسعار الفايدة المرتفعة. ثلاثة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاعه الكبير، وقضايا التكنولوجيا والمنافسة. مفهوم. في الآخر كل ده حقيقته يا فندم نقول لهم إحنا طب نترجم الكلام ده بقى اقتصاديا. الدول دي النهاردة دول عليها قروض النهاردة بأسعار فايدة مرتفعة، فده بيؤدي لضرر مجتمعي كبير جدا بيأثر على ما بيسمى كده. يعني حضرتك بتقول انه في الاخر يقول انه المعطيات اللي حوالينا دلوقتي ما تساعدنيش انا او ما تأهلنيش ان انا اخد الخطوات دي بنفس السرعه بنفس الإيقاعة، فالمعطيات اللي حواليا دي بتخليني انا لازم اتاخر، وان انتوا لازم توافقوا على التاخير ده او الترحيل زي ما حضرتك بتقول. هنشوف خاصه اذا من اهداف الصندوق واهداف البرنامج التنمية المستدامة للدول ومساندتها في الأوضاع الاقتصادية. لأنه ما يتم التعامل معها على الإنترنت، ده يخصني كمستخدم للإنترنت التواصل الاجتماعي، يخص حضرتك كمستخدم للإنترنت أو التواصل الاجتماعي، ويخص حضرتك برضو كمستخدمين ليها، نعبر عن مشاعرنا، نعبر عن فعالتنا، ده كله يخص كل واحد فينا. فحاولنا أن احنا نفهم إيه اللي حصل بالظبط، والصور اللي لفت على الانترنت دي واثارت الغضب او الانفعال والجدل في حد ذاته ده شيء صحي. ليه؟ لانه كل الناس مفيش افضل من انك انت تبقى منفعل غيره على تراثك او على تاريخك، تبقى عندك حميه كده وغيره على بلدك، ده موجود وصحي وكويس اذا اتفق المجتمع انه ده مهم فلازم ينعكس على الحفاظ على الحاجات دي. إذا اتفق المجتمع ده إنه مش مهم خلاص المجتمع اتفق على إنه مش مهم. كان في صورة تانية أثارت برضو قدر كبير من الجدل ولها قصة مختلفة، وهي الصورة الخاصة بواجهة حديقة الأسماك الشهيرة جدا، بس هناخدهم بالترتيب مع حضراتكم في فكرة المعلومات والحقائق. أولا اللي أنا أعرفه إنه محمد علي الكبير مؤسس الدولة المصرية كما نعرفها، يعني ده اللي طول عمرنا بنقوله من أجيال طويلة وبعد كده أجيال. الراجل ده مات 1849 1850 حاجة كده، يعني في نص القرن التسعتاشر. يعني إذا كانت دي القبة الخاصة بمقبرة تخص زوجة من زوجاته، فإحنا بنتكلم تقريبا على 175 سنة 160 سنة، فهي من سنين طويلة جدا. القبة دي أثرية ولا مش أثرية؟ لا مش أثرية. ليه؟ وإزاي؟ هي مش أثرية. اشرح لي حضرتك. القانون بيقول المبنى اللي مر عليه 100 عام ويحمل سمات فنية وتاريخية عن فترة من فترات فيعد هذا المبنى أثرا. طيب. القانون يقول كده. يعني ايه يتعدى ال 100 عام اذا كان عمرها معدي ال 150 سنه؟ يكون عمرها 1000 سنه. ايه يعني؟ لا مش فاهم. لا تحمل السمه الرئيسيه التي نص عليها القانون، وهي تسجيل الاحداث التاريخيه او الوزاره التاريخيه في هذه. هنا طب سؤال الثاني، هل هي جزء من القاهرة القديمة في الخريطة اللي موجودة عند اليونسكو ولا لا؟ يا سيدي القاهرة القديمة فيها العديد والعديد من العناصر التاريخية. شو هي؟ احنا العمارة تبقى لازم معدلة. انا كأسري ما أقولش في آثار، انما أقول في أماكن تاريخية شاهد أحداث أو حصل عن أحداث مهمة. أيوة بس يعني أنا ممكن أبقى سامع حضرتك بصعوبة شوية، بعتذر لك ده غلطة من عندي. أنا سؤالي هل في تناقض كده إنه أنت عندك منطقة اسمها منطقة التراث العالمي في اليونسكو؟ هناك تناقض كبير، إن كتير جدا من اللي بيتكلموا ما عندهمش فكرة عن الموضوع. فحضرتك بتقول ان القانون هو اللي محدد الكلام ده؟ عايشين بدون رئيسة. في حديقة الأسماك، واجهة حديقة الأسماك
كان في صورة تم عرضها وكان في نوع من الجدل والانتقاد للصورة دي بشكل كبير جدا، لأنه الصورة ما فيها الناس أصحاب الفكرة دي بيقولوا أو أصحاب الرأي ده قالوا أنه ما فيهاش أي ذوق وأنه تعديلها وحش قوي وقبيح. وفي صورة تانية موجودة ويبدو أنه في فرق بين الصورتين، والفرق اللي بين الصورتين ده مش مننا احنا، يعني في الحقيقة أنه الصورة دي مش احنا اللي نزلنا صورناها، الصورة دي صورتها واحدة من النائبات في مجلس النواب وهي رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، النائبة نورة علي. برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. للتأكد والتصحيح، الصورة دي حضرتك اللي مصورها؟ الحقيقة اللي أنا شفته مبارح يعني من قبح الصور خلاني أقول حضرتك يعني كنت بغلي طول الليل، لدرجة أنا تعليقي كان على صفحتي الشخصية وليس صفحتي النيابية. فمبارح كتبت وقلت مستحيل إن في عائل ممكن يهدم ويدمر تاريخه، ده حرام. قمت النهاردة الصبح وقلت لا، مش كفاية أن أنا أكتب كده، أنا طب عايز أشوف ده حقيقي ولا لا. استعنت بزميل وطلبت منه أن هو ينزل عند السيدة عائشة يشوف الأثار، وأنا نزلت عند حديقة الأسماك ورحت وصلت هناك لقيت الصورة اللي أنا صورتها وصورتها بنفسي. ورجعت بقول إيه بقى المشكلة فين؟ المشكلة في أن إحنا بنشوف صورة وعلى طول بننشرها. طيب ثانية أحب بس أتأكد من بعض التفاصيل. الصوره اللي اتنشرت فيها السمك البرتقاني دي مش الصوره اللي حضرتك صورتيها النهارده؟ لا، الصوره اللي انا صورتها النهارده كانت بيضه، ما كانش فيه اي حاجه برتقاني. فواجهت جنينه الاسماك اللي هي مش البرتقاني، كانت بيضه. لا خالص، اللي هي دي اللي حضرتك صورتيها بنفسك النهارده. بالظبط النهارده الظهر كده. تمام. بصي يا فندم، وبعدين قلت بقى لا، وانا مش كفايه ان انا اشوفها. الحقيقه كلمت يعني تواصلت مع كذا حد في الناحيه الاسلاميه، لان كان بالنسبه لي الاثر ده اثار، وانا معنيه يمكن مش في اللجنه بالاثار ولكنها سياحه، والسياحه مرتبطه بالاثار وده كله مرتبط ببعضه. فاتصلت بالدكتور محمد اسماعيل خالد، هو الامين العام للمجلس الاعلى للاثار، عشان اعرف ايه قصه القبه وايه اللي حصل وهل ده اثر ولا لا. فهو اكد لي انه الصوره ان الاثر ده مش اثر، انه ده مش اثر وغير مسجل، وهو وزاره الاثار ليست معنيه دي، وانما هو تابع لجهاز تنسيق الحضاره، المجلس تابع للتنسيق الحضاري. طيب، وفي الحقيقه رحت تواصلت مع السيده الدكتوره دوريه شرف الدين اللي هي ماسكه لجنه الاثار والثقافه، وقلت لها الموضوع كده، فهي كانت هتتواصل مع الاثار. نرجع طب انا عندي سؤال بقى، انا بوجهه لحضرتك كنائبه. اتفضل. احنا كنا بنتكلم دلوقتي مع حد من الاسماء، يعني الراجل سنه كبير، ربنا يديله العمر والصحه، اسم كبير، ده لا يهمه، ده مش عايز حاجه من حد، صح؟ بالظبط. هو بالزبط. وضح انه القانون مهمته انه يحمي اي شيء، اي حد او اي شيء من اصحاب الهوى، او انه يحمي الاثار المصريه او القطع. بس هو قال نقطه مهمه قوي، وانا بدو حضرتك دلوقتي بسالك عن رد فعلك. انا موافقه عليها قبل ما تقولها يا فندم. هو قال ان في تناقض ما بين القانون دلوقتي ده قاصر. أيوة. القانون ده لازم يتقر يا فندم، انا مش مطلع عليه وما اعرفوش. فاول حاجه اعملها ان احنا لازم نشوف القانون مفهوم. ولازم نشوف نقدر نعمل فيه، وانا هبقى اكتب حاجه برضه للجنه الاثار والثقافه، ونبتدي كمجلس نواب ندرسه ونشوف ايه اللي نقدر نعمله فيه، لانه الاثار دي بتاعتنا كلنا يا فندم، وهي البلد اثار مفتوحه زي ما حضرتك قلت، جامع، مقبره، كلها اثار، وكل الناس بتروح تشوفها. فده مهم قوي بالنسبه لنا.